السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، حوالكم هانيه. واش راكم مباركه؟ الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه يا ربي والتيسير. بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير هذا الحلوه اللي سميتها الهلال، التقليديه مغربيه ومحبوبه الجماهير. يعني كل شيء كيحب هذه الحلوه، في الحقيقه كتستحق تجربه. جربوها ان شاء الله بالطريقه اللي غادي نشارك معكم، اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. راه كتذوب في الفم البنات، راه يا سلام ما شاء الله عليها، كتستحق يعني التجربه، غادي تعجبكم ان شاء الله. في نفس الوقت راها سهله والمقادير بسيطه اللي كاينين فيها. خليكم معايا ان شاء الله باش نشارك معكم جميع المراحل والمقادير ديال الحلوه ديالنا اللي غادي نوجدوها ان شاء الله مع بعضنا. خليكم معايا باش نتبع معكم جميع المراحل. راها سهله البنات، بمكونات يعني بسيطه ومتوفره في اي بيت، يعني في كل بيت. خليكم معايا في هذه المرحله، غادي ننتقلوا لطريقه تحضير الحلوه ديالنا اللي كتستحق تجربه. بالنسبه للتزيين، زوقناها بالسكر كلاسيك، انتم كيف ما كتشوفوا كتجي روعه حتى في المنظر، بارك الله ما شاء الله. فهاد اللحظه هادي غادي ننتقلوا لطريقه تحضير الحلوه ديالنا. بسم الله على بركه الله. ها انتم كيف ما كتشوفوا المقادير ديال الحلوه ديالنا راهم بساطين. بالنسبه للزيت عندي كاس ونص ديال الزيت نباتيه، وعندنا كاس عمر ديال السكر، يعني سنيدا بعد ما طحناه عبرنا فيها كاس ديال العنبه. بالنسبه لكم نتوما كيبقى لكم الاختيار، حيت حنايا غادي نديرو مازال يعني غادي نزوقها بالسكر كلاسي، ما كاينلاش اننا نكثروا الحلاوه في هاد المرحله ديال العجين. وعندنا زلافه عامره ما بين كاوكاو والسمسم محمرين ومطحونين جيدا، انتم كيف ما كتشوفوا. وعندنا 4 القطع ديال الفرماج، واحد نص بكيه ديال الزبده ديال خاصه بالحلوه. وعندنا 2 بيضات، 2 خمارات، واحده حمراء واحده بيضه، يعني واحده فاني. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط ديال الحلوه ديالنا. بسم الله على بركه الله. اول حاجه عندنا الزبده مع السكر، ضفناهم هما الاولين. فهاد اللحظه هذه غادي نخدموهم حتى ندخلوا السكر، السكر سنيده يعني مع الزبده ديالنا بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه هذه. بالنسبه لي كان يعني على حسب الجو، الا كان الحال هكا دافي راه ما نحتاجوش اننا نذوبوا الزبده، غير كنخدموها هكا بيدينا راه كتذوب معنا وكتطلق معنا بسهوله مع السكر. وفي هذه اللحظه هذه غادي نستمر نخلط السكر مع الزبده، يعني نخلطوا المكونات مع بعض حتى نحصلوا على واحد العجينه بهذا الشكل هذا، نتوما كيف ما كتشوفوا. وصافي، من بعد غادي نضيف المكونات الاخرين، المقادير الاخرين. اول حاجه ضفنا الزيت، بعد غادي نضيف الفرماج، ومن بعد غادي نضيفوا البيض ديالنا. انتما كيف ما كتشوفوا رانا راني خدامه بواحد اليد وهرست البيض يعني بواحد اليد الاخرى، باغا ندير فيها يعني راه معلمه. وصافي، في هذه اللحظه هذه غادي نستمروا نحركوا هذا الخليط ديالنا ديال الحلوه حتى نحصلوا على واحد الخليط يعني اللي يكون مخدوم مزيان ويجينا بحال لابوماد. خليكم معايا بعد ما نخدم ان شاء الله، يعني نخلط مزيان الخليط ديالي، غادي نرجع معكم باش نضيفوا المكونات الاخرين والمقادير اللي عندنا اللي باقيين عندنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، بعد ما حصلنا على هذا الخليط هذا اللي جانا بحال يعني بوماد، دخلنا المكونات والمقادير خلطناهم مزيان. بعد غادي نضيفوا الكاوكاو ديالنا اللي مخلط يعني مع السمسم مطحونين بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نحركوا كل شيء، غادي نحركوا المكونات ديالنا والمقادير ديالنا حتى نحصلوا عاوتاني على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، اخر حاجه اللي بقى عندنا ان شاء الله في هذه اللحظه غادي نضيفوا الخميرات ديالنا ديال الحلوه. ضفنا اول حاجه ضفنا خميره الفاني، بعد غنضيفوا واحد الخميره ديال الحلوه. وصافي، من بعد غادي نضيفوا الدقيق ديالنا على حساب الخليط، كنضيفوا يعني الدقيق وحنا كنحركوا وحنا كنخدموا. المهم حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي تكون يعني ما قاصحه وما جارياش، على حسب الدقيق راه كتبقى الخدمه على حسب الدقيق. الا كان كيشرب نخلوها شويه مطلوقه، الا كان يعني ما كيشرب نخلوها في قياسها. وصافي، في هذه اللحظه غادي نستمر نضيف الدقيق ديالي حتى نوصلوا يعني المرحله اللي غادي نحبسوا فيها اضافه الدقيق. بلا ما ندلكوا ما والو، كنجمعوا العجينه ديالنا عادي بهكا غير بالاصابع ديالنا غير بيدينا حتى نحصلوا على النتيجه اللي بغينا. خليكم معايا من بعد نرجع معكم.
اما في هذه اللحظه هذه راه يعني جمعنا العجينه ديالنا وجاتنا بهذا الشكل هذا. انتم كيف ما كتشوفوا راه مقاصحه وما جارياش، راه كتجمع معنا يعني بسهوله. في هذه اللحظه هذه غادي نكور العجينه ديالي، غادي نشكل الكريات صغيره يعني على واحد الشكل باش يعني نكونوا فيهم الهلال ديالنا اللي غادي يجي على شكل هلال. يعني هذه حلوه مغربيه معروفه، كتجي زوينه وبزاف كتستحق تجربه. اما بالنسبه للمقادير والمكونات اللي فيها يعني راه بساطين بزاف، متوفرين في كل بيت يعني، ماشي زعما شي مقادير هكا اللي كثار. لا حقيقه كتستحق تجربه، البنات جربوها بهذه الطريقه وبهذا يعني المكونات والمقادير اللي شاركت معكم في الفيديو ديالنا، غادي تعجبكم ان شاء الله. كتستحق تجربه وكتذوب في الفم البنات. والفرماج اللي ضفنا راه عطاها واحد المذاق خاص وعطاها واحد الذوق، واحد البنه ما نقولش ليكم. وصافي فهاد اللحظه هذه غادي نستمر نشكلوا الهلالات ديالنا بهذا الشكل هذا، غير في الوسط ديال ايدينا، في الكف ديال ايدينا بهذا الشكل هذا، راه ساهلين وبساطين بزاف. من بعد كنوضعوهم في الطاوله اللي دهناها من قبل بشويه الزيت باش ندخلها الفران باش يطيبوا. خليكم معايا من بعد ما نسالي ان شاء الله الكميه اللي عندي ديال العجينه الحلوه ديالنا. غادي نرجع معكم باش نشارك معكم الطريقه والشكل يعني الشكل ديالها بعد ما نكملوا الخدمه ديالها كيفاش كيجي. راه كيجي بهذا الشكل هذا وكيجي مقادين مساويين، والشكل ديالهم كيجي مقاد، كيجي قد قد. فهاد اللحظه هذه غادي ندخلوا الحلوه ديالنا الفران باش طيب. خليكم معايا بعد ما ان شاء الله طيب، غادي نخرجوها باش نشارك معكم الشكل ديالها كيفاش كيجي بعد ما طبت الحلوه ديالنا وخرجناها. انتما كيف ما كتشوفوا راه جاو بهذا الشكل هذا، جاو محمرين كاملين بدقه واحده، يعني راه طيبنا الدفعه الاولى. هذه الدفعه الثانيه البنات، غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كان يعني كنضيفوا ليها السكر كلاصي. انتما كيف ما كتشوفوا الدفعه الاولى راه صايبنا يعني وحطيناها في البواطه بهذا الشكل هذا. انتما البنات كيف ما كتشوفوا الدفعه الاولى يعني راه ضفنا لها السكر كلاصي، هذه الدفعه الطاوه الثانيه. ومن الاحسن اننا نضيفوا لها السكر كلاصي وهي باقا سخونه باش يشد فيها بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه. هذه هي راه هشيشه ورطبه، يعني هشيشه بزاف. راه حنا يعني انا خدامه وكان كيتهرسوا ليا شحال من وحده، هزيتها وزولتها تهرست حيت هشيشه وباقا سخونه، داكشي علاش كتهرس. غير بالمهل يعني بالقياس بشويه علينا حتى نضيفوا لها السكر كلاصي ونحطوها في البواطه بهذا الشكل هذا، غير بالمهل يعني بالعقل. وصافي كنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الحلوه ديالنا، حتى نضيفوا لها السكر كلاصي كامله. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كنحاول يعني، ورغم ذلك كتهرس معنا الحلوه ديالنا. فهاد اللحظه هذه غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي باقيه عندي. خليكم معايا باش نشارك معكم الشكل ديالها النهائي، راه كتجي روعه وكتجي زوينه بزاف. اما فهاد اللحظه هذه راه حنا سالينا، ضفنا لها السكر كلاصي كامله وخليناها تبرد. غادي ننتقل نشارك معكم الشكل ديالها بعد ما نوضعوها يعني نضيفوها في طبسيل ديال التقديم. كتجي بهذا الشكل هذا نتوما كيف ما كتشوفوا، بعد ما بردت لينا الحلوه ديالنا وضعناها في طبسيل ديال التقديم. كتجي بهذه الطريقه هذه، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي كتشهي وكتحمق، والمنظر ديالها كيجي روعه وكيجي يا سلام. كنتمنى تعجبكم حتى نتوما الطريقه اللي شاركت معكم التحضير ديال هذه الحلوه مغربيه تقليديه و100% وكتجي روعه ما نقولش لكم. المذاق اللي عطاها الفرماج يعني اللي ضفنا حتى هو راه عنده التطور، عطاها لبنا روعه روعه بزاف. وكذلك السمسم الججلان اللي ضحنا وضفناه مع الكاوكاو حتى هو عطاها لبنا. والمهم في هذه اللحظه هذه كنتمنى تعجبكم الطريقه اللي شاركت معكم، وكنتمنى يجيكم الفيديوهات يعني خفيف وظريف على قلوبكم. وكنتمنى الطريقه اللي شاركت معكم من اول فيديو يعني تعجبكم، وان شاء الله وتجربوا هذه الحلوه اللي كتستحق التجربه وكتجي كتذوب في الفم البنات. فضل لحظة هذه غادي نقول لكم السلام عليكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه واللايك والتعليق، يعني شي كومونتير ما عندكم زوين بحالكم الغزاله تشجيعا لنا وتشجيعا للقناه ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.